تقول قصة فولكلورية فنلندية إن بابا نويل يعيش في جبال كورفانتوري في شمال فنلندا. ولأن الوصول إلى هذه المنطقة الجبلية صعب، بنيت في ثمانينيات القرن الماضي في روفانييمي قرية بابا نويل. إنها قرية تستقبل الزوار على مدار العام. أهلاً أكسل. أهلاً بك. أهلاً بك إلى الدائرة القطبية. يأتي سنوياً 500,000 شخص إلى قرية بابا نويل، بحيث يمكن للمرء زيارة بابا نويل. لقد منحني من وقته ساعتين لكي أتعلم منه، وما لفت انتباهي على الفور هو اهتمامه الحقيقي والصادق بالزوار، فهو يصغي إليهم ويعطي لكل منهم وقتا كافيا غير آبه إن كانوا مهذبين، لكنه أراد تلبية رغباتي. رغبتي تتمثل في أنني أريد أن ألعب دور بابا نويل. لماذا؟ الأطفال صادقون، وكثير منهم يؤمن بوجود بابا نويل ويعتبرون عيد الميلاد مهما، وأنا أرغب في أن أكون جزءا من هذا العيد. أتفهم هذا. إذا كنت جادا فأنت على الطريق الصحيح. الأمر يتعلق بتصورك، ولا يمكنك ادعاؤه أو تمثيله. إما أن تحب الأطفال أو لا، وهم سيلاحظون على الفور إن كنت جادا أم لا، لكنني أعتقد أنك قادر على ذلك. يجب أن يكون بوسع بابا نويل قيادة زلاقة غزال الرنة. هذه الجولة جزء حصري من دورة التدريبية، وهي ليست بالأمر الصعب. الغزال رودولف يعرف طريقه تلقائيا. بابا نويل لا يخرج أبدا عن الدور المحدد له خلال الساعتين، وبغض النظر عن السؤال الذي أطرحه عليه، يبقى الصمت على رأس أولوياته. لدي سؤال واحد، هل لك أن تبوح لي بأحد أهم أسرارك؟ هل ستحتفظ بالسر؟ بالطبع. وأنا أيضا. على الأقل باح لي بأنه علي بصفتي بابا نويل أن أتوقع بأن يأتي الناس إلي ويخبرونني بهمومهم واحتياجاتهم، مع مراعاة أن هناك شيئا أهم. لدي طلب أخير. لقد جلبت لك قائمة أمنياتي، هل يمكنك تحقيقها؟ سأفعل ذلك. هل لديك نصيحة أخيرة تود أن تسديها لي؟ نعم، ابقى إنسانا جيدا. أعود إلى برلين. أحتاج الآن إلى زي فقط، وهذا ما أجده في محل كونفيتي لتأجير الأزياء. هذه هي أزياء بابا نويل. لدينا الكثير منها. هل يمكنك جعلي أبدو كبابا نويل؟ أعتقد ذلك. ما الذي يميز الزي الجيد لبابا نويل؟ يجب أن يكون ملائما فلا يبدو صغيرا عليك. لدى يوهانا راتوندا 20 زي بابا نويل، وهي في استخدام دائم طيلة فترة أعياد الميلاد. هذا أحد الأزياء، ربما هو كبير جدا، انظر إلى هذا. هذا إنه جميل. جيد. بتطريزة ذهبية، هل هو من المخمل؟ أجل. يبدو جميلا تحت الضوء. إنه بريق الذهب. سأجربه. أعتقد أنه يلائمك. أجرة استعارة هذا الزي تبلغ 50 يورو تقريبا بدون الشعر المستعار واللحية. وماذا بعد؟ اللحية. اللحية. سعر اللحية الجيدة مع شعر مستعار يصل إلى 1000 يورو، وهذا مبلغ أكبر من ميزانيتي، لذا قررت أن أختار البديل الأرخص.
شكل البطن جيد، يمنح قواما مناسبا وشعورا بالدفء. مظهرك مثالي بابا نويل، رائع. شكرا بابا نويل، يقول شكرا ووداعا. وداعا. بدون استراحة أتوجه للقيام بأولى مهماتي. علي السفر إلى السويد، حيث سيكون علي منافسة أفضل رجال بابا نويل في العالم.